السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع فيديو جديد إن شاء الله مع عماد مارادونا. موضوع الزرع، الناس اللي بتحب الزرع طبعا الطبيعي وأنواعه وحاجات بتاعت التربة كل حاجة والكلام ده كله من سوق السيدة عيشة طبعا. ويا رب نتمنى منكم كده إن احنا نكون عند حسن ظنكم، ويا ريت كده يا جماعة تدعمونا باللايك التمام كده، يعني مش هتبخل علينا بحاجه بسيطه كده. خلي الفيديو يرفع معانا كومنت لو انت محتاج اي حاجه مننا علينا ليك، وان شاء الله وربنا يوقف لكم ولاد الحلال باذن الله. احنا كده داخلين نشحت طبعا، بس انتوا على دماغي والله العظيم، الواحد بيعزكم قوي، ربنا يصلح حالكم يا رب. عم عماد مارادونا عنده تشكيله حلوه قوي، عندكم انواع الكريسماسات كلها ايه ماشي، كل حاجه انت عايز تعملها بالنسبه لحوض مزروع عماد مارادونا هيظبط معاك الكلام وهيقول لك الدنيا فيها ايه، وهيظبط اسعار حلوه عشان القناه. اما عماد اهو الراجل المحترم ده قدام ام حنان على طول، يعني انت بس لو لفينا الكاميرا كده اهي ام حنان اهي ماشي، عشان الناس بتسال على العنوان واحنا داخل سوق السيد عيشة. ماشي، ادينا بقى فكره النهارده انت عندك ايه، التشكيله اللي عندك ايه، والعروض اللي انت عاملها للناس بقى بتاعتنا متابعينا. والله يا استاذ سامح، تعالى بقى كده عشان نعلي الصوت. اي حد هيجي تبع حضرتك طبعا كانه الحاجه بتاعته، ياخد اللي هو عايزه ويمشي، ما فيش مشكله. ربنا يخليك. طب اديهم رقم تليفونك كده الاول على اساس 011 59 59 10 10 50 50 94 94. ماشي، عندنا ايه النهارده يا عماد؟ في تشكيله الموس كلها، جميع انواع الموس. في نبدا كده بحاجه من الحاجات اللي موجوده، اللي هو ده كله ده، وهنا بيقول لك في موس بلبن، الراجل ده عالمي اهو، في موس بلبن عنده هنا الراجل ده اهو مجري. في اللي هي جافا موس، ده كل ده جافا موس. طب افتح لنا علبه كده، عايزين الناس تاخد فكره عن الموضوع بالكامل بقى. دي الكميه اللي بتبقى جوه. طيب ده الجافا موس كله بقى بيحتاج ان هو ايه، مش محتاج حاجه اعتقد، هو مش محتاج حاجه، هو بيتجمع على صخره على خشبه، بيتلزق او يتلف باي خيط. طيب ده بيبقى سعره كام؟ دي العلبه ب 30 والعلبتين ب 50. العلبه ب 30 والعلبتين ب 50. طيب في كريسماس موس. ماشي، الموس بانواعه. السترنج موس، فلان موس، ويبنج موس. طب عايزين نشوف كده مثلا السترنج موس شكله ايه مختلف عن الكريسماس؟ اختلاف بس في الورقه دي، ناعمه بس شويه. من غير ما تقطعها. تبقى عامله زي الطحالب كده. اختلاف بس في الورقه. اختلاف في الورقه بس. لكن كل الموس واحد. طب وعندنا ايه كاربت؟ في كاربت عندي اتش ام. الاتش ام. وفي الهيلجراس وفي مارسيل. معلش ده الاتش ام صح كده؟ ده الاتش ام اهو يا جماعه. ماشي. تمام، وعندنا ايه تاني؟ في هيلجراس. الهيلجراس. طب انت بخبرتك بقى انهي الاسهل، الهيلجراس ولا الاتش ام؟ هو الافضل كل في كل، هو الاتش ام سهله جدا. بس الهيلجراس ده اعلى حاجه في الكارب. اعلى حاجه في الكارب. يعني اعلى حاجه بمعنى ان هو محتاج رعايه اكتر ولا بمعنى ايه؟ محتاج رعايه شويه طبعا عن الاتش ام. بس كشكل في الحوض بيبقى الهيلجراس اعلى، يعني شكلها رهيب في المواد. هتبقى عامله زي كانها نجيله طبيعيه. ايوه بالظبط. اسعاره ايه بقى؟ كله برده 30 كله نفس 30 يعني. والعلبتين ب 50. ماشي. وديت المارسيليا. دي المارسيليا. دي اعلى. الميزه بتاعتها ان الورقه بتاعتها كبيره، فتقدر تتحكم فيها ان انت بتزرعها. تقدر تزرعها بسهوله. لا المارسيليا دي تحفه. عشان اخد منها نتيجه وتكبر وتفرش معايا في الحوض نعمل ايه؟ هو بس انت بتظبط الحوض بكوارتز يكون صغير، يكون اقرب للرمله، حاجه حبايه كوارتز خفيف تبقى فيها مسام يعني. ايوه. لا كبيره قوي ولا صغيره قوي. بالظبط. وبرده عشان تمسك الزرع، عشان تمسك الزرع، دي حاجات بتبقى حاجات صغيره فعايزه حاجه كميه عشان تمسك فيها الزرع. طب ده كده احنا بالنسبه للزرع. في هنا بقى حاجات كده عواد وحاجات كده. ايوه في حاجه زي اللوجيا دي. لوجيا ريد. في فوجير. في باكوبا. ديت مايكا. في هيدروفيليا جاينت. في ورا فلسناريا. اسعارنا ايه بقى؟ اي حاجه من دول المجموعه 15، اربع مجاميع ب 50. المجموعه 15، المجموعه ده عباره عن بوت كده يعني صح؟ بوت. ممكن يطلع فرعين، ممكن ثلاث فروع على حسب الزرعه نفسها. اللي ورا دي انت كنت هتقول عليها دي ايه؟ دي الثعلب.
مصري ديل الثعلب اسمها ديل الثعلب آه. والكمومبا والكمومبا اه ده الواحده فيهم ب 10 جنيه العود بقى اه المجموع برضو كده اه مجموعة حلوة برضو مش طب بقول لك ايه سؤال معلش لو الزرع ده اتعرض للشمس كتير افضل من الاضاءة العادية والله اه بس ما يتعرضش على طول يعني فترة كم ساعة مثلا ممكن ساعتين ثلاث ساعات في اليوم مش اكتر مش اكتر يعني اه لا طب وده ايه اللي فوق ده خاص البحر ده ولا ده ده طافي لا انا كنت اسمع ان هو بيقتل هو بيسحب الامونيا آه. الجدر بتاعه ده بيسحب نسبه امونيا كبيره جدا من الحوض يعني كويس برضه طبعا جدا طب وعندنا ايه بقى تاني في عندي هنا البكتيريا النافعه اه بتاعت شيلد في الصغيره وفي الكبيره اه في عندي بكتيريا كربون بتاع اسلام طه ده عشان لو في طحالب خضراء في الحوض او طحالب اللي هي الضارة ديت دي بتشيلها خالص وفي مجموعة بقى كاملة بتاعت الحاجات دي السماد ده الاسمدة بتاعت اسلام طه برضو انت عامل هنا مجموعات اربعة مجموعة اربعة الاربعة بكام بقى؟ الاربعة في الصغيرة ب 150 والكبيرة ب 250 150 150 و 250 دي 125 ملي ودي 250 ملي طب انا عايز واحدة بقى لو انا عايز حاجة المجموعة كلها بتكمل بعضيها يعني لازم ياخد المجموعة هي حلقة مع بعضيها لازم كل حاجة بتكمل التانية طب انا شايف ان في اكل عندك كده ورينا عندي برضه هنا اكل ده علف في منه ناعم وفي منه خشن كبير عشان لو في سمك ده مصري ها؟ ده مصري بس البروتين بتاعه عالي والله بسم الله ما شاء الله حاجة نضيفة اسعاره ايه بقى؟ العلبة ب 10 والتلات علب ب 20 العلبة دي ب 10 جنيه وتلات علب مع بعض عند عم عماد ميدو الراجل المحترم ده الله ينور عليك يا عم عماد وعماد ميدو عشان الناس تبقى عارفاه وشكرا على الجوله دي يا عم عماد تسلم وانت طيب مشاهدين طيبين الله يخليك